الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نعلم جيدا أن الرؤى لها ميزتها ولها قدمها، وهي في حق الأنبياء تعتبر وحيا، وفي حق غيرهم متعلقة بصدق الرأي وكذبه. وليعلم الراعي أنه إن رأى شيئا عليه أن يتقي الله في رؤياه، فينقلها أو يحدث بها أو يقصها على الراعي كما رآها وبالألفاظ التي تكلم بها في الرؤيا، فإن الألفاظ التي في الرؤيا معتبرة لا الألفاظ التي على اليقظة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلف شيئا أو يزعم أنه رأى في المنام ولم يرى شيئا كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. والرؤى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عبد الله بن عباس: انقطعت النبوة وبقيت الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فمن زعم شيئا أو تقول شيئا أنه رآه ولم يره في المنام، قال ابن سيرين، فهذا يعتبر ممن يطعن في النبوة أو يدعي النبوة، لأنه ادعى شيء من علم من الرؤى، ادعى شيئا من الرؤيا ولم يرها، فالذي يدعي شيئا من النبوة وهذا أمر خطير. هذا أولا. ثانيا، أن من رأى رؤيا ورأى أنها رؤيا مهمة فليعبرها على محب، فليعبرها على مود، يعني رجل يحبه يحب له الخير حتى يلتمس له الوجه الحسن في التعبير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. والتبشير له ثوابه في الشريعة الإسلامية، فإن من بشر أخاه بشيء يحبه أدخل عليه الشروق، وهذا هو الواجب على المسلم نحو المسلم، أن يدخل على أخيه السرور كي يزيل عنه شيء من الحزن أو من الهم، لأن الذي يدخل الحزن على المسلم الشيطان، ومن أدخل على أخيه حزنا تشبه بالشيطان والعياذ بالله. فواجب المسلم نحو المسلم التبشير، أن يبشره، لأن التبشير يزيل عن القلب شيء من الغمة من الضيق، فإذا زال هذا عن القلب انطلق القلب في عبادة الله ويكون نشيطا في الطاعة لأنه مسرور. لكن إذا حزن ضاق، وإذا ضاق تعب وقل عمله وربما انقطع. هذا ثانيا. الأمر الثالث، بارك الله فيكم، يعني أن من رأى رؤيا ورأى أنها مهمة ولم يتسنى له الاتصال بمعبر لها، يكتبها في دفتر يحافظ عليها حتى يتسنى له الوقت المناسب فيقصها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يجعل هذا مجلسا مباركا. طيب، تفضل يا أبا الفضل.